بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسألوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بابكم وقلنا عظيم سؤل كل يدندن بموقفي بدر لا يزال تذكرين إلى من غدا يحمي الزمار ويؤمن أتيتك يا خير الخلائق موهنا أرجيك تعليني وحالي تحسن وتشفي سقامي تجبر الكسر سيدي وتعفو عن سواع جراح المحمن ما روت ببدر بالفريش برابغين لمسجده والحر في القلب مكمن لك الأخذ مني يا رسول فإنني أحبك حتى هنا في القبر أدفن لك الأخذ مني يا رسول فإنني أحبك حتى هنا في القبر أدفن يعرقني حبك ليلي وكيف لا ولا حسن إلا لحسنك يجعل عليك صلاة الله ثم سلامه أتاك خديم قاسر وهو مؤمن عليك عيا كنز البرايا نبينا
صلاة وتسليم وإنك معمن عليك صلاة الله ثم سلامه فما لي كنزا لا ولا لي معدن عليك صلاة الله ثم سلامه ولا عمل يجي من النار متكن عليك مدى الأيام ما قال خادمون دموع كرقراق اللجين تبرخن أن يستوجب الشنار والآراء والمقدار قد يستوجب الشنار والأرى والمقتى فترى مفصل الوصل أو على البيت فإني من آوى وحق صفاته برقم رسوله أو مناولنا بيتا قد أحببته حتى أراني كنته وربي لم يهلك مي Yes. قد أحببته حتى أراني يكنته وربي لم يهلك مكانا ولا وقتا فجاورت طه أحمد البدر ناصري وجاوره شعري وجاورني بيتا بدا لمغياه هباني وساله ومن على سر المصطفى أكثر صمتا بدا لمغياه هباني وساله ومن على سر المصطفى أكثر صمتا بدا لمغياه هباني وساله ومن على سر المصطفى أكثر صمتا وإني موصول وأحمد آلم إلي قبيل الكون والكون ما شتى عليه صلاة الله ثم سلامه وآلي وصحابي أمر الوقت والبيت أصول جميع ماسقين بخبليا تحققهما لم يكاذب ربيا وجاهم بفيافي في مآرف لم ترى فقد قصر الأقطاب عن درق شاويا أصول جميل ماسقين بخبليا تحققهما لم يكاذب ربيا وجاءوا بفيافي في مآرف لم ترى فقد قصر الأقطاب عن درق شاويا بفضل الإله الناس جل جلاله وغب رسول الله طه نبيا حلفت يمينا إنني لا يحبني سوى أقصاني والأقص في آل بغديا حلفت يمينا إنني لا يحبني سوى أقصاني والأقص في آل بغديا وقد غلم الأقوام أني هديمه فوصل حبيب لا يلفى بوصليا وما كنت قولي شاتغا متباجئا النبي محمد وما مسني شكر يغيب لأغليا وإن خطوتي للغنام سعادة
فلم يشك يوما مرغاني وحاتيا وإن غتوتي للأنام سعادة فلم يشك يوما مرغاني وحاتيا وما كنت غازا دون إذني وإنني لأكتب مسيرا لا يباو لغيريا وما قلت غزا دون إذني وإنني لأكتب مسيرا لا يباو لغيريا وما قلت غزا دون إذني وإنني أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله هادي الحق إلى الحق ومرشدهم إلى طريق السعادة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين ألف الله بين قلوبهم بالإسلام فتعاونوا على البر والتقوى أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون عباد الله إن سعادة الأمم وارتقاءها وتقدمها وبلوغها غاية الشرف ونهاية المجد إنما يكون بإتلاف أفرادها وتلامنهم في جلب المنافع ودفع المدار وتدهير القلوب من دنس الحسد وترد الاكاد حتى يكونوا وان تباعدن مساكنهم وتباعدت اماكنهم كجسد واحد
إن علم منه أولون علم لأجله سائر الآلاء إذ ذاك يكون المسلمون آباء رؤمة وأبناء بررة يجمعهم الله برحمته ويؤمون به ثاني. ولهذا آقى بعد الهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فجعل لكل مهاجر آخر من الأنصار فتواصلوا وتهابوا والتعدوا في إزاج دين الله وإلى كلمته فأورثهم الله مشارك الأرض ومغاربها ومدار لهم في دار السعادة خير وأبقى. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المحبة وهذا الإخلاص من علامات الإيمان فقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل منا من أحب من أحب ما أحلته لأخيه هل منا ما أحب لأخيه ما يحب لنفسه هل منا من مد لأخيه يد المعونة إن رآه ذلك ذلك خير وهدى. هل منا من أشبك على أخيه ونسها وقومه إن رآه ذلك ذلك غي وضلال لم يكن شيء من ذلك بل اجتهد إلى قرينا والحسد سميرا ولم إن على أمل خيرهم ولم نزال بشيء من أعمال الخير ما أعمال البر واتبعنا الشيطان وكان الشيطان لربه كفورا. عباد الله قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص. وقال آية مثل المؤمنين في ترادفهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى من أولون تداعى له سائر الجسد بالسهر والهم. Muna gode ma Ubangiji da ya tada zukatanmu wuri ɗaya ya gwada cikin Alkur'ani na malmumin alkhibatun fa asluhu bayna ahwaikum ku gyara mu yawan juna ne ku gyara tsakanin yawanmu. Muna gode ma Ubangiji da ya tara zukatanmu mu nai zama wuri ɗaya ya gwada cikin Alkur'ani mu nai yawan juna ne mu yi gyara tsakanin yawanmu. Allah ya da ƙarfa darajar wanda ya kyautata a cikin aikinsa ya yi shi saboda Allah ne suwe suwe ni mwayo mun shaida ba wani abin bauta shi Allah waye wa gani wata ja shaida ban ba wa da ya furuci da ubangijin taka ni mone kana kwale ne ake ni gwaran ce ne yayi na ya da mu yana kaunar rahama Allah eh shi ni gwaje mu ina tsoron azaban Allah ni shi gbe ka tuwe gura ma wase mun shaida annabi Muhammad manzon Allah ne waye waye ga gbara ma mai ni tsoro ni ji balo shi me shi da halitta ne zuwa gaskiya ito ade san gbe gbe jare no ina nuna musu hanyar dadin kai ito ma gbe ni jomo yon Allah ya ce mu mai salati yo ge ge wo bi jomo ba salati ga annabi Muhammad wo bi jomo ha gbaro da Allah ya sa ke shi abi da sahabansa ke meni bengere wanda Allah ya tare duk shi su da musulunci meni wa ha me tu fe jamo fe su kai temako a sabin Allah ame waye wa utanye mo su ne wanda Allah ya shirye da su ame ji me ni wa ha me jare gbe su ne ma bota an kula ame ji jore Ubangiji ya faɗa a cikin Alkur'ani. To bai yi ma gaya mai ruwa kai. Mu ji tsoron Allah, ke ganin tsoron Allah. Wace yi mu gwai ba ni sanu wace lagbe. Kada mu mutu ba shi muna masu miƙa lamarin mu ga Allah.
Zanu wagu zanu yenyi boye kanu kwale. Kama iya budashi ni al-Qur'ani. Womo pa kumi minujima na kongro ni al-Qur'ani. Kama raraba. Womi akabra. Museni muda enka mu al-umma al-Nabi Muhammad. Zanu wala ke wajia bala muhammad wubiye wajwa umanu wa bala aji. Sama chiga bambu. Alo wano ya. She munga marayu kamu. Jawa fe kumi. Mujawa amfani makawuna mu. Wabla jomo awai. Muture shari gabari mkawuna mu. Mwuna ufoya wano. Mutaka kitu chemu. Mwa chumwa fi kongro. Gabari ngasada. Kahani che. Karo mudumu kamangji kibuda. Wacho matamalu kumi. Kule ke mwini nisa. Alo waje ke wati shong. Mudumu kamangji kibuda. Wacho mwame kumini benke ame. Ngawa nkabuda na chiu. Kaja lino salo kuwawe. Aka na sawa nchi duka shi duka chiu. Kubana kosalo ke onui. Mudamu hakanan. Wacho mwana kai. Mudamu hakanan. Tawa chona kai. Ya mudamu ubani masuji nkai. Wabacho mchemenina mwobo. Diya kuma wanda tuki masuji na chiriki. Bege bi papa unyo watile. Allah de kawuna rahama. Nwake jomo ba hao. Nika mabuda rahama nsa. Nwawe jomo ijomo anina wakai. Sabe shi mazwa Allah kule buzu minchi sikani mutana maka da Madina. Ini wabana muhammad mpini meka ka Madina bi fi kumi. Kono mutu min maka. Yabashi abu kisa mutu min Madina. Wana ke maka nyufi maka enya nyufi ya Madina ma. Suka dunga saduwa. Ame shira. Suka sojuna. Ame sumame. Suka hada kansu. Ame fi kumi umu. Suka sabada adini jesama. Wana beja muhara ya no. Allah ya gada basu gaba shin kasa da yammacin kasa duka wa ha buka ka na kai fi kuma ya me abinda Allah ya je musu layira nani ba kai mai ciya na wasa na dubule shi ya bi nani fi fe shi ya bi da goma wajino ne na kashi bena bi manzo Allah ya sanya manga soyayya bar mamir fi ne kai su mone da wannan tsarkakewa aiki kani kuma no fele bojirgi mokao ke ina daga alama imani aka fitawe mokeli manzo Allah ya ce balo winu kwa ke ko imani sabe chika we mokeli yemu kace ina bere ke so maka gana alheri ka so ma dan wanka yanu smo yo smo ya min na kaida ana tambaye mu abi wasani akwai wanda ya tsarki soyayya daga soyayya daga dan wansa ani wate mu ko yesu mo yemi na kai mo yesu mo ho ye akwai wanda kuma yake miki dan wansa ani wate mu ko wa yemi lo akwai wanda ya dan wansa ya karkata ya yi tausayin sai dai dai tashi ani wannan akwai wanda mai kwafa no na ne mo bo no ja dai da lo ki ga abubuwan ga ba mai ko dai ba ni gani bin wa kana ne ko be ko ba mi mu mai da hata da shi ne abokin mu wato ya ce mu ji wanyano babai aikin alheri ba wato ro baba mu babai te muku a cikin wani aikin alheri ba waye jiwa mu bini to baba mi mun bi shaydan wani abu samu shi sai kuma ya zama butulu ne ga ubangiji ni abu sale to tunura ni wace ya zo a cikin hadisi annabi Muhammad ibai gwara Muhammad wani ami ake wato Allah ya ce almu'minu almu'min kalbun yani yashuddu balu balan mu'mini da mu'mini kamar gine ne wannan gine na kasa da karba ba wannan balo ke wa muni wai wai ga wato bubu kare mai nan ga kare mai nan ga wa manzo Allah ya ce misalin mumunai balo ke manu kali yo ga ne wurin soyayya yesu mo bafa da jin kan yawon mu kamar wannan makawa yeme kamar jiki daya ne akai to mun roko mini idan gaban ka gudana ciwo kaji wa ne no talo ko waye ciwo ne ce bi sauran jiki duka bana ko talo ka wani mi she عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان اللهم اجعل بلدنا غانا بلدنا آمنا مطمئنا وسائر البلدان وآمنا في أوطاننا ولا تبتنا اللهم ارفع مكتبك لبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وختم لنا بحسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب
فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا وأسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بحكم الحاكمين. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقل ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرقت فانصبه وإلى ربك فارغب. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
صلوا على النبي. صلاة على النبي. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم ارحمهم. وعفو عنهم. بسر قلوب الله. قلوب الله. اللهم اجعل بلدنا قانا بلدنا عامنا مطمئنا وسائل البلدان اللهم كن لنا انيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة قربة فاتبنا من كل هلكة ونجنا من كل بلية وآفة وآهة وقصة ومنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وذلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة وباء وبلاء وقرك وسلك وهار وبرد ونار وغي ونلال وداهلة وهامة وذلل وحرايا وهم وغم ومسي وخس وخلة وإلة ومرل وجنون وجدام وفالج وباسور ونقص وهلكة وبنيات وقديات في الدار الكبير. اللهم ارفعنا ولا تدعنا ارفعنا ولا تدعنا ربنا وعاتنا ولا تهرمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. وارحمنا ولا تعذبنا. وانصرنا ولا تهزلنا. واكرمنا ولا تهنا. واسترنا ولا تبلانا. وعافنا ولا تسر علينا. وحفظنا ولا تلجينا. فانك على كل شيء قدير. يا اقدر القادرين ويا اسرع العاذلين. اللهم انت امرتنا بدعائك وقواتنا باجابتك. وقد دعوناك ما امرت وأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والكرام إنك لا تقلب المئات. اللهم ما قدرت لنا من خير وشرعنا فيه بتوفيقك وتيسيرك وتميم لنا بأحسن الوجوه كلها وأسبابها وأسفاها فإنك على ما تشاء قدير. نعم المولى ونعم النصير وما قدرت لنا من شر وتهذرنا منه وسلم عنا يا قيوم يا من قامت السماوات ودرنون بأمر يا من يمسك السماء أن تقع إلا بإذنه يا من أمره إذا أن يقول لكم ويقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين. صلاة على النبي.